الأوروبية التي تشمل كل من المجر وهولندا وإسبانيا، قام وزير الزراعة عصام فايد بزيارة إحدى الشركات المجرية العاملة في مجال التكنولوجيا التشغيلية للصوب الزراعية. وطلع فايد على تجربة الشركة في زراعة الطماطم من خلال الصوب الحديثة والتي تعتمد على الحاسب الآلي في الزراعة والري والتسميد. قال فايد أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة بالمجر في المجالات المرتبطة بالصوب الزراعية والثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة التنموية لاستصلاح 1.5 مليون فدان، من بينها إقامة 100,000 صوبة زراعية على مساحة 100,000 فدان. عبرت قناة